السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الشامي وحدثكم من السادس من اكتوبر. الناس اللي بتقعد تقول لي يعني عايزين نشاطات ناحية اكتوبر يا جماعة، الاماكن كتيرة والناس اللي بتتصل بينا عشان نعمل لهم حتى دعاية كتير. الفكرة انه اغلب الناس مبقاش عندهم ما هو مميز. طيب الواحد بيحاول على قد ما اقدر ان احنا ننتقي ما هو مميز. طب الراجل ده اسمه ايه بقى اللي احنا رايحين له ده؟ اسمه مزاليكا. للوهلة الاولى لما تسمع كلمة مزاليكا تقول الراجل ده بيعمل بقى ايه؟ مزاليكا كبدة الفراخ وبتاع، او مزاليكا لحمة اللي هي بتبقى ليها علاقة بالحلويات بتاعت اللحوم. لا، هو بيعمل مزاليكا بس بشكل تاني. انا مش هو ده كلامه، بس برضه مش ده اللي انا رايح عشانه. هو طبعا هو المكان اسمه مزاليكا اكل مزيكا. انا احب الناس اللي تبقى واثقة ايه من نفسها في الدخلة دي. بس تيجي تسألني انت رايح عشان تاكل مزاليكا، فاقول لكم لا برضه. انا رايح عشان الراجل ده بيعمل سندوتش كباب حله. ايوه والله، زي سندوتش كباب حله. قلت له لا، ثانيه اقف بقى، ثانيه ايه بقى سندوتش كباب؟ قال لي سندوتش كباب حله. كباب حله بتاع الطاجن ده بيتعمل، بنعمله وبنعبيه سندوتشات وبنبيعه سندوتشات. الموضوع بالنسبه لي مختلف وغريب وجديد، ان انا ممكن ابقى ماشي كده بالليل اقف اجيب لي سندوتشين كباب حله انتشهم. فالنهارده هتعشى سندوتش كباب حله عند مزاليكا، تحديدا قدام جامعة 6 اكتوبر على المحور المركزي. تعالوا نروح عند مزاليكا في 6 اكتوبر ونشوف عامل ايه، ونشوف الحكايه بتاعت الاكل مزيكا دي. يلا بينا. وصلنا يا جماعه عند مزاليكا قدام جامعه اكتوبر بالظبط. والحق السلام عليكم. وبركاته. عندكم كباب حله؟ عندي. ازيك يا كبير؟ تمام كبير. عامل ايه؟ الحمد لله والله. ايه موضوع كباب الحله ده؟ والله ممكن تنزل تجرب بنفسك عادي. انت اسمك ايه الاول؟ مراد. لا ببص يا مراد. أيوة. انا ما بجربش عادي، انا بخش المطبخ. امال يا باشا تخش المطبخ امال؟ يلا بينا يا مراد. بسم الله الرحمن الرحيم. مزاليكا اكل مزيكا، وربنا يستر. ايه يا نجم؟ السلام عليكم. ياتي الله، انا بحب قوي السيخ الشاورما ده. سيخ الشاورما ده بيكون في حياتي كده شيء هام. محدش قال لي ان في شاورما يا جماعه قبل ما في شاورما وفي كل حاجه. السلام عليكم. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا بار؟ الحمد لله تمام. كله تمام. تنورني يا باشا. اتفضل. برخ كباب حله. الله يخليك. كباب حله من فضلك. هنا ولا فين؟ هنا ناكل هنا. انا عايز المطبخ. اتفضل يا راجل. خش معاك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا استاذه؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ انا اول مره اخش على المطبخ كده على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف؟ خلاص عرفت انا افتكرتك. مش انت بتاع عرفات معايا؟ عرفات ولا مين؟ عرفات. ازيك يا شيف عرفات؟ عامل ايه؟ ايه يا بركه؟ يا شيفنا عامل ايه؟ الشيف مين؟ شيف حمدي. ازيك يا شيف حمدي؟ ايه اخبارك؟ كله تمام؟ ادي الكبده يا شيف. الدنيا فين كباب الحله ده يا شيف حمدي معايا؟ هو ده كباب الحله؟ انتوا بتعملوه طاجن؟ بتعملوا ازاي بقى كباب الحله؟ الحله بنحمر اللحمه بالزبده وليه وشوح اللحمه على الاخر لدرجه ان هي تتحمر. حلو. وندخلها البصل القورمه. بس البصل بتحطه بعد ما اللحمه تتشوح؟ تتشوح خالص. الصوص بتاع اللحمه نفسه، وبندخلها البهارات بتاعتها، وبتسوي على نار هاديه مع نفسيها. بتعملها بقى في حله عادي يعني؟ ايوه. وكل مثلا بتعمل وجبه قد ايه وبعد كده بتزود، ولا بتعمل كميه كبيره الصبح وبتشتغل بيها طول النهار؟ دي ايه دي كبده اسكندراني؟ اه ان شاء الله. الله اكبر. التوم يا جماعه والريحه حاجه عظمه. دي انا كفته انا شايفها على الفحم كمان ما شاء الله. كل الحاجات اللطيفه. شيف حمدي والله العظيم انا سعيد ان انا معاك النهارده. حبيبي يا شيف حمدي، ربنا يرزقك ويديك الصحه يا رب. كباب الحله يا جماعه شكله حلو جدا. انا بيعجبني الافكار الجديده والله يا شيف والحاجات المختلفه. وساندوتش كباب الحله ده انا مش شفتوش عند حد قبل كده بصراحه. عندكم هنا فتت شاورما يعني الرز البسمتي والافضل لقيت العيش، فبقول لهم انتوا عندكم هنا شوربه عدس؟ قال لي لا، في فتت شاورما كده. الكبده خلاص خلص، خلصنا الكبده وكده. كباب الحله برضو خلصان. الله اكبر. اكل شرقي، اكل شرقي مصري اكتر. بس بساندوتشات. ساندوتشات حلو الكلام ده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. لا التقطيعه كمان، بص تقطيعه حلوه اللي هي ايه، هتلاقي اللحمه مستويه اكس الاكس المفروض يعني. ده السجق برده كنس برده كده. ايوه واحد الخلطه الشرقيه. الشرقيه دي اللي هي الشرقيه ولا المصريه؟ المصريه بس مش الشرقيه اللي فيها الزقازيق والحاجات دي. ايوه. ده ايه ده بقى؟ ده توم مع خل. ده ايه احنا بنعمل ايه هنا؟ ده موكاتي. ايه؟ صوص الفتة. خش عليها بالصلصه. بتنزل العيش في قلب الصلصه، قلب الصلصه. حلو. ننزل بقى ايه الرز العيش. حلو. وبعد كده ياخد رز اصفر بقى بسمتي. تمام. حلو الكلام ده. بيعجبني انا بقى ايه شغل المطعم السهل الممتنع ده يا شيف حمدي. ان شاء الله. والله انت راجل بركه، وانا ليا الشرف الكبير جدا ان انا اكون معاك النهارده. الله يبارك لك. واقف جنبك في المطبخ.
طبعا الشاورما لسه نازله من عصير فريش ريش لسه جاي لنا دلوقتي. طب في حاجه بتاخدها ولا خلاص كده؟ لا لسه طوميه ومايونيز. اه بس تاخدش قصدي صوص ولا حاجه على وشها؟ ما الصوص انا منديله العيش في العيش تحت. تمام. في الاثناء بقى يا جماعه ديت وهم بيظبطوا لنا بقيه الاكل كده خلونا نبص بص سريع على المنيو. عندهم فطار فول وطعميه وبيض وجبنه وطماطم ومخلل دي صينيه على بعضيها. عندهم ده ايه ده؟ سوبيا. ده ايه ده؟ استنوا استنوا ايه ده بقى ده ايه؟ ده سوبيا. سوبيا حاجه احنا مشهورين بيها هنا في المزاريك. ده ويلكم درينك يعني؟ ويلكم درينك. سوبيا؟ سوبيا. متاكد؟ في سوبيا بالمانجا كمان. سوبيا بالمانجا. بالمانجا. طب انا عايز بقى سوبيا بالمانجا مع الاكل من فضلك. حبيبي. ندوق بقى دي السوبيا العاديه وبعد كده نشوف السوبيا اللي بالمانجا. بسم الله الرحمن الرحيم. في جوز هند كتير في حياتي جوه دخل معايا في اسناني وفي اعضائي كلها جوز هند. يعني دي اسوبيا بجد مش باودر ومش عبيله واديله لا يعني هو في جوز بس سيبوا نعموا الجوز الهند شويه يا جماعه نعموه شويه يعني فاهم يعني تحس ان هو لو انت حران اللي محتاج يبقى ناعم وساقع كده هي اكتر كده تسلم ايديكم. تعالوا بقى نرجع للمنيو سريعا. عندهم فطار فول وطعميه وبيض وجبنه بطماطم ومخلل سندوتشات عامه فول وعندهم فكره الصينيه وعندك السندوتشات الشرقيه كبده اسكندراني فينو 15 عيش صاج 19 كفته 20 24 سجق 16 20 كباب حله 22 سوسيس 15 19 شاورما لحمه 20 24 بيكيني. يعني الاسعار كلها ظريفه جدا يعني شايفها كويسه جدا. سندوتشات الكايزر شاورما المصري 15 برجر سيزده ب 18 برجر جبنه 23 برجر فراخ 20. حلويات عندهم رز بلبن عندهم حواوشي باسعاره حواوشي بسطرمه حواوشي سجق حواوشي سيده حواوشي جبنه الاطباق فتت شاورما لحمه ميكس مزاليكا. ايه ميكس مزاليكا ده يا جدعان؟ ميكس مزاليكا بيبقى كبده وسجق وكباب حله. كبده وسجق وكباب حله التلاته مع بعض مع الرز والعيش بتاعنا المشهورين بيه مع السلطه والمخلل والتوميه. طب انا لو سمحت عايز ميكس مزاليكا انا اي حاله بليز. تمام نجرب ميكس مزاليكا وسندوتشات حلوه بقى حلاوه قشطه حلاوه نوتيلا مربى قشطه سكالانس واصناف جانبيه بطاطس مخلل طحينه طوميه سلطه بلدي الحاجات العاديه والمشروبات العاديه اللي هم بيقولوا ان هم متميزين بمشروب السوبيا بالمانجا هنجربه برده دلوقتي. طبعا هم في اكتوبر المحور المركزي امام جامعه 6 اكتوبر عماره 50 والفيسبوك والانستجرام بتاعهم mazalika.eg ورقم التليفون 010-50-40-50-13 و50-40-50-12 عشان لو حبيتوا تطلبوا منهم دليفري داخل 6 اكتوبر. هيا بنا ننتظر الاكل. كمان عندنا سكالانس مختلف عن اي مكان هنا ممكن تدوه في اكتوبر كلها. ليه بقى؟ ليه؟ لان احنا هنا عندنا بنستخدمه بمربى قرع عسل. مربى قرع عسل. مربى قرع عسل. حلو ده. انا احب مع العسل مع المربى مع النوتيلا بيبقى ميكس هايل جدا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا انا جوعان. حالا ونيجي بقى في هذه الاثناء بيكون بقى ايه سيخ الشاورما اللذيذ في حياتنا. بص 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 الراجل بيعمل ايه. تعرف طبعا ان دي مهنه الحلم بالنسبه لناس كتير ان هو يقف على سيخ شاورما بس عشان ياكل مش عشان يعمل سندوتشات. ادي كده يا جماعه ميكس المزاليكا اللي شكله يكاد يكون حلو جدا في حياتنا. طبعا فتت الشاورما عملناها جوه انا بدور يعني انا مش عارف هم مقفلين لي كل حاجه دي. كريم كراميل ده ايه ده؟ ازاي كريم كراميل في سندوتش شاورما مصري شاورما مصري ايه الحاجات دي؟ ده حواوشي. ده حواوشي وده ايه؟ حواوشي. حواوشي حواوشي ايوه. في فرق بينهم جبنه وفي عادي جبنه وعادي. حلو. وده كباب الحله حبيب قلبي ده هنجربه دلوقتي حالا. كبده اسكندراني كفته والسجق و... طب ده سوبيا مانجا. ده سوبيا مانجا اللي احنا ده ايه ده سوبيا نعناع ولا ايه مش فاهم؟ نعناع ليمون. ليمون ونعناع يعني. أيوة. والصوصات بقى اللطيفه بتاعتهم بقى ايه هنجربها كده. والله كبرت الموضوع كبرت الموضوع يا عم احمد والله. ايه رايك في الصينيه؟ انا لسه عملت فين الصينيه يا عم؟ هي دي صينيه. انتوا دي بتسموها صينيه. اتقل بقى ادوق ادوق بقى وارجع لك بقى ونشوف حكايتك ايه عشان انت شكلك كده حكايتك معايا النهارده مش هتخلص. ماشي اصبر بقى. نبدا بيها جا مستنوا بقى ان في صرف هنا وفي طبعا انتوا عارفين انا ماليش في الجلابزات والحاجات دي بس ايه عشان غالبا الموضوع عشان نقعد نفعص بقى براحتنا بقى. بس انا عاجبني الماتيريال اللي هم مستخدمينه في الـ في الـ في الجلابز بصراحه. يعني انا ما شفتش ماتيريال زي ده قبل كده. وبعدين تحس كده ان في يعني في عمليه جراحيه انت هتقوم بيها دلوقتي. لا يا جماعه الموضوع مش محتاج احنا بنحك في حاجات اكتر من كده بكتير. نخش على الكباب الحله اول حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اديني وانا ضايع. مالك يا يوسف في ايه؟ مالك انت بدات تترعش؟ انا لسه ما اكلتش يا ابني. واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كده شوف 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 يعني الموضوع يكاد يكون لطيف كده ايه من الوهله الاولى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بص هقول لكم تعليق على السندوتش. اول مره في حياتي اكل سندوتش مريح
مريح، العيش حلو واللحمه حلوه، طعمه حلو، ما فيهوش بهارات، ما فيهوش صوصات، ما فيهوش حاجات اللي بتتحط في السندوتشات يعني، ما كمان حل، واللقمه حلوه وموضوع لطيف جدا. لا المشوار ما طلعش على الفاضي. عجبك؟ بكام سندوتش كباب الحله ده؟ السندوتش ده ب 22 جنيه. 22 جنيه؟ 22. انا شايف سندوتشين كباب حله من دول مع واحده بيبسي يقضوا معاك مصلحه. طعمه حلو قوي ومريح بجد. يعني انتوا عارفين طبعا مشكلتنا دلوقتي في الاكل بره، لما تاكل بتلاقي العمليه بتبقى فيها زي بهارات وحاجات وحمو وكده. هادي. نخش على ايه يا عم احمد؟ نجرب الكفته. ما انت بقى طعم الضاني بتاعنا بقى والجمدان بتاعنا. نشوف الكفته. ماشي. سندوتش كفته شبه بتاع المدرسه ده، فاكرين سندوتشات الكفته بتاعه المدرسه بتاعه زمان؟ لا وبص بص انا الناس دي عاجبني شغلها، هي السهل الممتنع بدون فتش. بسم الله الرحمن نفس الكلام. سندوتش كفته طعم الكفته حلو، تاكل كفته السندوتش مفيهوش حاجه يعني طحينه وطماطم بس، الكفته طعمها حلو حقيقه برده مظبوط، مفيهوش بهارات مفيهوش حاجه من الحاجات اللي هي المؤذيه دي يعني. لغايه دلوقتي الحاجات كلها عارف بقى، لو طلع الحواوشي نفس الاتجاه اللي هو مريح هبصت منك بقى. يا سلام ده، لكن بقى ايه ما يبقاش بقى حواوشي اللي هو من غير زيت من غير حاجه، حواوشي لحمه بس تاكلها بمزاج تاني. نشوف يا كده قبل، خلينا بقى الكبده دي بعدين عشان ايه. هو الحواوشي عندكم بيطلع نص كده ولا بيطلع رغيف على بعض ولا ايه؟ بيطلع رغيف كده بس ده عشان ايه دو. عشان الدواء. ماشي. الكفته دي، الكفته اللي انا اكلتها دي بكام سعرها؟ دي سعرها 20 جنيه. 20 جنيه سندوتش الكفته ده ممتاز، نفس الحجم نفس كل حاجه. طب وبالنسبه للحواوشي ده سعره كام بقى؟ حواوشي بالجبنه 28. لا بس رغيف على بعض، رغيف على بعض. وعندنا بقى الحواوشي الساده منه 23، وحواوشي بسطرمه وحواوشي سجق. حواوشي بسطرمه يعني لحمه وعليها بسطرمه. اه ميكس مع بعض. بص هو طعمه حلو برده ومش برده نفس الفكره، وده عاجبني جدا، وده توجه شكله عام في المكان. بهارات خفيفه ظابطه الاكل، مفيش بهارات اللي هي بهارات دي، لا واثقين في الماتيريال بتاعتهم، واضحه اللحمه كويسه فواثقين فيها، مش مرزعين بقى في البهارات. بس انا عندي راي في في الساندوتش الحواوشي ده، يعني علوا سعره شويه وملوه شويه. يعني انت عندك الكباب الحله الساندوتش مليان، الكفته مليان، الحواوشي يعني كان لو اتملى شويه زياده يبقى احسن، طعمه حلو جدا. فانا محتاج كده اجيب ساندوتشين احطهم فوق بعض يعني عشان ده ونخلي سعره كده. ايوه يعني نظبطه يعني مفيش مشكله حبيبي يا كبير، بس هو طعمه حلو جدا. تسلم ايديك. خش بقى ايه، سيبنا بقى من العيش شويه عشان ايه، انا اصلا هدوق الشاورما في فتت الشاورما، الكبده والسجق ده في الاخر بقى، عايز سامح تجي ابلع بس اشوف. انا عايز ادوق السوبيا المانجا بس اخليها في الاخر عشان يعني ايه، انا عارف ان هي تطلع حلوه ففي الاخر بقى. نجيب بقى شويه من العيش الحلو اللي اتعمل تحت الشيف حمد الله يبارك له، حلوه جدا حلوه جدا. برافو عليكم على فكره انه الاكل بهارات هاديه، رغم ان انا لما شفته جوه بيعمل الكبده لقيته بيتعامل مع البهارات معامله شرسه شويه، قلقت مش هكذب عليكم، بس حلوه جدا وهاديه والموضوع ما فيهوش فتي، طعم باين، الرز حلو قوي، اللحمه مظبوطه، العيش مظبوط، الحاجات كلها حلوه بجد يعني. ربنا يبارك لكم وتكملوا على كده. ودي فتت مزاليكا، فتت مزاليكا بس ما فيهاش عيش ولا فيها عيش؟ لا ما بيبقاش فيها عيش، ما بيبقاش فيها عيش. دي يا جماعه عباره عن الكباب حله كبده وسجق. اه بس في حاجه بس هنا نرجع تاني، انا كده كده دقت الشاورما بره ودقتها تاني هنا، الشاورما بتاعتهم يعني متميزه لان فيها طعم الشاورما مش طعم بهارات، طعمها لحمه، طعمها حلو جدا. العيش اللي عمله الشيف حمدي جوه يعني ايه خاطفني. انا هدوق الكبده والسجق بقى هنا عشان مش هنفتح بقى الناحيه الثانيه. مالك يا يوسف؟ ايه مالك؟ ايه جعان ولا ايه؟ لا واكل. واكل اكيد. وده امال مالك بتبص لي بتجزلي ليه ده؟ بسم الله. ليه كده؟ كنا ماشيين حلو، كنا خد يا شيف حمدي تسلم ايدك الاكل، كنا ماشيين حلو. ايه كتير فلفل اللي في الكبده ده كله؟ انا كبده اسكندراني. انا غلبان انا على الله حكايتي. اسكندراني ده مش اسكندراني ده كده من قريش يعني، ابقوا اطلبوها يخفوا السبايسي.
حرقة بجد. السجق حلو تمام الحلقة طبعا انا دقته يعني كل حاجة من الحاجات لطيفة طبعا مش قادر اكمل بقى عشان انا كده تمام يعني. طب احنا العنوان بتاعنا هنا قدام جامعة اكتوبر بالظبط صح؟ قدام بابا 10 على محور المركبة مطعم مزاليك. حلو الكلام ده. تسلم ايديك والاكل فعلا حلو متميز. تسلم ايدك شيف حمدي والله العظيم حاجة محترمة جدا والله. وده ياخد جائزة الجولدن جلوب على الحاجات اللي هي ده لازم بعد الاكل فعلا بعد الشطه اللي الشيف حمدي الدهاني في زوري دلوقتي دايت في الكبده. اولا نورتنا شرفتنا جدا جدا حبيب جدا حبيبي احمد الله يخليك الله يكرمك. طيب احنا بس حابين نعمل عرض صغير ده بعد اذنك. لا ثانيه بقى العب كمامه. طيب العرض اولا دي صينيه حلو هناخد معاها فين يا عم الصينيه ما هي كل السندوتشات بالعصير ده كله هنعتبر دي ماشي بالاثنين عصير بالاثنين عصير حواوشي بجبنه فتت مزاليكا فتت شاورما كبده سجق كباب حله والشاورما المصري والسوسات والاثنين عصير. حلو مالهم بقى دول عاملين عليهم عرض هنقول لك ب 220 جنيه انا بقول لك لا ده انت كان نفسك تعمل اعلانات الشركه السعوديه صراحه صح؟ لا كان نفسك فيها والله انا حسيت ده طريقته اداني احساس انه كان حلو خش على وين الارض ايه بقى يا استاذ احمد 220 يعني انا لو طلبتهم من المنيو عادي 220 انا بقول لك النهارده هناخدهم ب 180 جنيه لحد اخر ديسمبر لحد يا عم ده كلهم خمس ايام يعني ما تحسسنيش انك انت يعني طب انا هعمل لك حاجه ثانيه احنا في مسابقه عاملينها حلو تمام حلو. اللي هيعملوا منشن وكومنتات لاصحابهم هنعمل لهم ان هم ياخدوا الصينيه دي فري. اي يا جماعه واحد هيجيب صحابه اللي هياكلوا معاه الصينيه دي اللي هي تكفي يعني على ما اعتقد يعني اربعه بالغين يعني هتكفيهم وتزيد وممكن خمسه كمان بدل ما ياخدها ب 220 هياخدها ب 180 ده لو جاي تشتريها. وهنختار كل واحد هيمنش صحابه اللي هياكلوا معاه الاكله ديت في الكومنتات هنختار منهم خمسه صح؟ خمسه هنختار منهم خمسه ليله راس السنه راندم. يعني ايه راندم؟ يعني هنخش ونختار من الكومنتات وحضرتك تبعتهم لنا واحنا وهم يتواصلوا معاكم ويسلموكم الجائزه والحاجات دي وهيصوروكم بقى وكده يعني يعني ها حبيبي عم احمد الله يكرمك يا استاذ احمد والله العظيم انا مش مصدق الشحن مجاني ولا اينما كنت حبيبي عم احمد الله يكرمك الله يخليك. شكرين يا جماعه فعلا الاكل محترم مكان نظيف مكان زي ما انتم شايفين الناس كلها هنا زي العسل بصراحه. الاكل هادي مريح يعني العيش بتاعهم حلو اللحوم التتبيلات كل حاجه زي ما قلت لكم ظريفه جدا. تعالوا جربوا مزاليكا الاكل عندهم فعلا مزيكا مش هتندموا. سلام عليكم.